ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك بشير. إذن يعني ما مستجدات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية؟ تحية لك منى. يعني ونحن نتحدث عن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، نتحدث عن ارتقاء ما يزيد عن 16 فلسطينيا كشهيد والعشرات من المصابين في الغارات المتتالية منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة. آخر هذه الغارات كان استهداف لاثنين من المزارعين في المنطقة الغربية لمدينة رفح أثناء تواجدهم في أحد الحقول الزراعية في تلك المنطقة، مما أدى إلى ارتقائهم على الفور كشهداء. سبق هذا القصف أيضا قصفا في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، استهدف منزلا مما أدى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. خلال ساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من منزل في مدينة غزة، أحدهما يعود لعائلة عاشور في منطقة الدرج، والآخر لعائلة شلدان في منطقة حي الصبرة، وآخر لعائلة أبو علبة في منطقة أبو اسكندر، في وجميعها تقع في مدينة غزة. هذا القصف أسفر عن استشهاد ما يقارب 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة. المحافظة الوسطى ليست ببعيدة عن هذا القصف، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا منزلا يعود لعائلة التلباني في المنطقة الغربية لبلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء الأب واثنين من أطفاله وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. إلى جانب هذه الاستهدافات، حقيقة منى، لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة عموما. هذا القصف تركز في المنطقة الشرقية لمدينة رفح في أقصى الجنوب، وكذلك المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وتحديدا في محيط منطقة القرارة وعباسان الكبيرة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمخيم البريج والأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى التي تضم مدينة جحر الديك والزهراء والمغراقة وتلك وأطراف الشمالية من مخيم النصيرات. أيضا صبيحة هذا اليوم من الزوارق الحربية الإسرائيلية عاودت قصف الشريط الساحلي بوابل كثيف من القذائف. تمركزت هذه القذائف باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، وخطورة هذا الأمر بأنها تتساقط بالقرب من خيام النازحين الفلسطينيين. كذلك تساقطت هذه القذائف باتجاه المناطق الغربية لمدينة دير البلح في محيط الصيادين الفلسطينيين في تلك المنطقة، والمنطقة كذلك الغربية لمدينة غزة حيث تضم مخيم الشاطئ والأطراف الغربية لمنطقة السودانية في شمال قطاع غزة. إذن يعني استهدافات في مجمل مناطق قطاع غزة. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من خان يونس مراسلنا من هناك بشير جبر.